إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا زال الحديث على أو لا زال التعليق على كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله، ونحن اليوم في الدرس السادس، وتوقفنا عند قول المؤلف الإجماع. الإجماع في اللغة هو الاتفاق والعزم، هو الاتفاق والعزم. ومنه حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، أي من لم يعزم. ويقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. والإجماع في الاصطلاح، قال المؤلف هاهنا، هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وهذا التعريف الذي ذكره الإمام الجويني هاهنا يقصد به التعريف فقط لا غير، ولا يريد به الضبط أو الحد الحقيقي للإجماع، لأن الإجماع لا يتم حصوله إلا بتوفر خمسة أشياء، وهذه الخمسة أشياء لا بد أن تكون في التعريف حتى يكون التعريف صحيحا. الأمر الأول الاتفاق، هو الركن الأعظم في الإجماع، فلا يمكن أن يحصل إجماع بدون اتفاق. والثاني المجمعون، وهم العلماء، فلا يمكن أن يحصل الإجماع بدونهم. والثالث زمن الإجماع، زمن الإجماع، لأن الإجماع له زمن يبتدئ فيه، والإجماع لا يصح إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شرطه، لأنه إذا عقد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعرض عليه، فإن أقره كان من السنة التقريرية، وإن أبطله كان باطلا. ولأجل ذلك لا بد أن يضاف قيد في التعريف أن نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع من الأمور التي لا يتم الإجماع إلا بها مسألة الإجماع، فلا بد أن ينعقد الإجماع على مسألة معينة، ويشترط في هذا المسألة أن تكون مسألة شرعية، أن تكون مسألة شرعية. والأمر الأخير أن يكون الإجماع له مستند. إيش معنى أن يكون له مستند؟ يعني لا بد أن يكون الإجماع يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة، هذا هو مستنده، لا بد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة. ودليل الإجماع يا أحبة، ها هنا أمر مهم جدا، دليل الإجماع يشترط وجوده لا ظهوره، لا بد أن يكون الإجماع دليل يستند إليه. هل يشترط فيه الإظهار؟ لابد أن يظهر الدليل؟ لا، متى من عقد الإجماع من العلماء علمنا أن الإجماع لم ينعقد إلا بدليل، وأما اشتراط ظهوره فإن ظهر فحسن، وإلا فلا يشترط ظهور الدليل، فلا يشترط ظهور الدليل في ذلك. قد يسأل سائل ويقول: إذا كان الإجماع مستند إلى دليل فلماذا لا نستدل بالدليل؟ وما الفائدة من ذكر الإجماع حينئذ؟ الإجماع يا أحبة فيه فائدة عظيمة،
أن الدليل قد يكون فيه احتمال، قد يكون فيه احتمال، مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة الأمر نحن اتفقنا على أنه ينقسم إلى قسمين، منه أمر ندب ومنه أمر إيجاب، وها هنا أمر وأقيموا الصلاة، فيحتمل أن يكون أمر وجوب ويحتمل أن يكون أمر ندب، لكن لما انعقد الإجماع على أن الأمر المقصود ها هنا هو الأمر الواجب حرم القول بسواه، فلأجل ذلك الإجماع يقطع الاحتمال. وكذلك يا أحبة الإجماع كالحمى حول الشريعة، يحافظ على نصوص الشريعة من أن يتعدى عليها أحد، فإذا عرفنا أن الإجماع يتكون من 5 أركان فلا بد أن تكون هذه الأركان الخمسة في تعريفه، فلأجل ذلك نقول هو اتفاق علماء الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي مستند لدليل شرعي. وجدت أركان خمسة لما وجدت؟ وجدت اتفاق علماء أمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الزمن على حكم شرعي مستند لدليل شرعي، وجدت الخمسة أركان، إذن صح التعريف. قال ونعني بالعلماء ها هنا الفقهاء، يعني يقصد بالعلماء ها هنا الفقهاء المجتهدون. قال ونعني بالحادثة أي المسألة، المسألة يقصد بها المسألة الشرعية، واضح؟ أما المسألة غير الشرعية فالإجماع لا يضر فيها، مثلا يعني مثلا أجمع الناس على أن الرز واللحم هو أفضل الأكلات، ها؟ طيب إن خالف واحد وقال لا الرز والدجاج هو الأفضل، هل يحرم عليه ذلك؟ لا، المسألة غير شرعية، هذا الذي يقصدونه، تكون المسألة شرعية، أن تكون المسألة شرعية هي التي إذا انعقد الإجماع عليها حرمت المخالفة. عندما نقول حرمت المخالفة ما الأحكام التي تترتب على الإجماع يا أحبة؟ إذا قلنا هذه المسألة مجمع عليها، من الأحكام التي تترتب عليها تحريم المخالفة، فلا يجوز لأحد أن يخالف ذلك الإجماع، وكذلك من خالف الإجماع القطعي فإنه يكفر ولا يكون من أهل الإسلام. ولأجل ذلك من قال أن الصلاة غير واجب، أن الصلاة غير واجبة، هل هو مسلم؟ لا، لأنه خالف ماذا؟ الإجماع في هذه المسألة. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، هنا يتكلم على حجية الإجماع، العلماء متفقون، وهذه من الطرائف في المسائل، العلماء مجمعون على، العلماء اتفقوا على حجية الإجماع بالإجماع، واضح؟ اتفقوا على حجية الإجماع بالإجماع، فهم مجمعون على أن الإجماع حجة، واضح؟ والدليل على أن الإجماع حجة، عندما نقول الحجة إيش معنى حجة؟ يعني يصح الاستدلال به وتثبت به الأحكام الشرعية، هذا الذي نقصده. جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله وهو في درسه، فقال له، يقول للإمام الشافعي إنكم تقولون أن الإجماع حجة أو مجتمع عليه الناس حجة، فأين أجد ذلك في كتاب الله؟ يعني ما الدليل على ذلك في كتاب الله؟ قال فسكت الإمام الشافعي ولم يجب. الإمام الشافعي وسعه السكوت، الإمام الشافعي وسعه السكوت، هذه تربية، يسكت يراجع المسألة، كبعض طلاب العلم يجيب عن كل سؤال، هذا من السفه ومن قلة العلم. الإمام الشافعي سكت ورجع إلى بيته
وجلس 3 أيام لا يخرج إلى الدرس كما ذكر ذلك البيهقي عنه، ثم خرج للناس وجاء إلى درسي وقال: من الذي سأل عن ذلك؟ فقال الرجل: أنا. فقال له الإمام الشافعي: اقرأ إن شئت قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: لا يصله جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض، يعني أن اتباع سبيل المؤمنين الذي هو الإجماع واجب، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب على من خالفه ماذا؟ العذاب الأليم. واضح؟ وكذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك قال: والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، كيف الشرع ورد بعصمة هذه الأمة؟ الشرع أثبت على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقول بالحق، وما يخلو زمن من الأزمان إلا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تقول بالحق فيه في كل مسألة. هذا معنى العصمة في هذا الكلام. فإذا كان أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الأمة القائمة بالحق، فلا يخلو زمن من قائل بالحق فيه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طيب، إذا كان هناك قائل بالحق فكيف إذا اجتمعوا على ذلك؟ فكيف إذا اجتمعوا على ذلك؟ نعم، قال: والإجماع حجة على العصر الثاني. ماذا يقصد بهذا؟ يعني أن العلماء إذا أجمعوا في هذا العصر على مسألة ثم ماتوا ثم جاء أصحاب العصر الثاني، فهل يلزمهم هذا الإجماع أو لا يلزمهم؟ نعم، يلزمهم هذا الإجماع، يلزمهم هذا الإجماع، ويحرم عليهم أن يخالفوا، ويحرم عليهم أن يخالفوا. وفي أي عصر كان، يريد المؤلف الإشارة إلى أن بعض العلماء يقول أن الإجماع حجة في ماذا؟ في عصر الصحابة فقط، وهذا غير صحيح، بل أن الإجماع حجة في عصر الصحابة وفي غيره. ماذا؟ لأن أدلة حجية الإجماع جاءت مطلقة، لم تحدد زمنا من الأزمنة، والدليل إذا كان مطلقا لم يثبت له مقيد يجر على إطلاقه، فيكون الإجماع حجة في كل عصر. ثم قال: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. إيش معنى انقراض العصر؟ أي موت المجمعين في المسألة. وصورة هذه المسألة، صورة مسألة الانقراض، انقراض العصر أي موت جميع المجمعين في المسألة، صورتها: هل يشترط في انعقاد الإجماع حصول الاتفاق فقط، أم لا بد مع حصول الاتفاق أن يموت جميع من تكلم في المسألة؟ نمثل: لو كنتم الآن أنتم علماء الأمة، وإن شاء الله ستكونوا كذلك، اجتمعتم واتفقتم على مسألة معينة، اجتمعتم واتفقتم على مسألة معينة، فهل أنا جئت الآن أريد أن أنقل الإجماع، هل بمجرد اتفاقكم يجوز لي أن أنقل الإجماع أقول أجمع العلماء فبمجرد انعقاد الإجماع يحصل الاتفاق وينعقد، أم أنني أنتظر حتى تموتوا كلكم بعد عمر طويل إن شاء الله على طاعة الله ثم بعد ذلك أقول أجمع العلماء؟ فهمتم صورة المسألة؟ هذا الذي نقصده بانقراض العصر، أي انقراض عصر المجمعين، أي أن يموتوا ثم بعد ذلك أحكي الإجماع
عنهم. يقول المؤلف: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، وهذا هو الصحيح، لا يشترط. إذا قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر، ماذا يعني؟ يعني أنه يكفي في انعقاد الإجماع حصول الاتفاق فقط. متى ما حصل الاتفاق فإن الإجماع ينعقد. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إن انعقد الإجماع لا يجوز دخول مجتهد جديد في المسألة بعد انعقاد الإجماع. انعقد الإجماع، يأتي واحد يقول أنا مجتهد أريد أن أنظر في المسألة، نقول له لا. وكذلك لا يجوز لأحد من المجمعين أن يرجع عن قوله في المسألة، خلاص الإجماع قد انعقد. أما من قال بأن انقراض العصر يشترط يجيز كل هذا، يقول يجوز للمجتهد الجديد أن يدخل ويجوز لأحد المجمعين أن يرجع، وهذا القول أحب يلزم منه لوازم باطلة. اشتراط انقراض العصر يلزم منه لوازم باطلة. وما هي هذه اللوازم؟ اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى التسلسل، والتسلسل يؤدي إلى التعذر، والتعذر يؤدي إلى العدم. أظن أقول لغز لكن سأشرحه. لو قلنا أنه يشترط انقراض العصر، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تسلسل دخول المجتهدين. هل المجتهدون في الأمة يتوقفون أو أنهم يوجدون على الدوام؟ يوجدون، يستمرون. فإذا قلنا أنه يشترط انقراض العصر، مات 3 من الذين أجمعوا، وجد 2 من المجتهدين الجدد يدخلون في المسألة، مات 4 وجد تسلسل، يؤدي إلى ماذا؟ هذا التسلسل في دخول المجتهدين يؤدي إلى تعذر انعقاد الإجماع. وإذا تعذر انعقاد الإجماع فإن التعذر يؤدي إلى العدم، ليس هناك إجماع. واضح؟ هذا معنى قولنا أن التسلسل يؤدي إلى التعذر، والتعذر يؤدي إلى العدم. وأشار إلى ذلك المؤلف فقال: فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياته متفقها وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذه الأحكام المترتبة على ماذا؟ على اشتراط انقراض العصر، وقلنا أنها لا تصح. ثم قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. الإجماع ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون بالقول، يعني أن العلماء كلهم ينطقون بقول واحد في مسألة واحدة، وهذا هو الإجماع القولي. وإذا ذكر الإجماع أريد به هذا النوع، أريد به هذا النوع. والثاني الإجماع الفعلي، أن يتوارد العلماء على فعل فعل من الأفعال بدون أن ينكروا، هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة نفسها، أن يقول أحد العلماء بقول فيسكت الباقون عن إنكاره، هذه تسمى مسألة ماذا؟ الإجماع السكوتي، وهو حجة. وأكثر الإجماع، بل كل الإجماعات الواقعة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، إنما هي من قبيل الإجماعات السكوتية، كما نص على ذلك الشافعي وابن تيمية والشاطبي وابن القيم وغيرهم من الأئمة. وهذا هو الذي يقبله العقل والواقع. لماذا؟ لأن العلماء بعد عصر الصحابة لا تعرف أعيانهم، فضلا عن حصرهم حتى نعرف أقوالهم. فلأجل ذلك نقدر ماذا؟ نقدر السكوت، فنقول أنهم سكتوا، لم نسمع بمنكر للقول، فنقدر سكوتا فيكون من قبيل الإجماع السكوتي. ثم بعد ذلك قال المؤلف: قول الصحابي، قول الصحابي أي
من، وهذا من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، قول الصحابي يراد به قوله أو فعله في مسألة من المسائل. وقول الصحابي أحبه يمر بخمسة أحوال. الحال الأولى قول الصحابي في مسألة لا يدخلها الرأي والاجتهاد، مسألة تعبدية لا يدخلها الرأي والاجتهاد، مسألة تعبدية أو أن يخبر عن أمر غيبي، هذه المسائل لا يدخلها الرأي والاجتهاد، كقول أبي هريرة رضي الله عنه إن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، كلها يعني أمور لا يدخلها الرأي والاجتهاد. وكذلك إن رتب الصحابي أجر على فعل معين أو على قول معين أو أخبر عن أمر غيبي فإنها كلها لا يدخل الرأي والاجتهاد، فهذا باتفاق العلماء على أنه حجة وله حكم الرفع. إيش معنى له حكم الرفع؟ أن يأخذ حكم الرفع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية قول الصحابي المخالف للنص، قول الصحابي المخالف للنص، أن يذكر قول للصحابي قد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في هذه الحالة؟ أولا يحرم الأخذ بقول الصحابي والحالة هذه. ثانيا يجب الاعتذار للصحابي وحفظ كرامته، لأن الصحابي لا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو ماذا؟ لم يعلمه، إلا وهو لم يعلمه، واضح؟ الصورة الثالثة من قول الصحابي قول الصحابي المخالف لصحابي آخر، يعني الصحابة اختلفوا فيما بين أنفسهم في مسألة، فما الواجب علينا تجاه ذلك؟ أولا قول الصحابي المخالف لصحابي آخر، واضح؟ فما الواجب علينا في تجاه هذه المسألة؟ يعني مثال لذلك اختلاف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة، هل يرث الجد مع الإخوة أو أن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان؟ اختلفوا، منهم من قال أن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان وهو قول كبار الصحابة، ومنهم من قال أنهم مشتركون في الميراث. اختلف الصحابة فيما بينهم في هذه المسألة، قول صحابي مخالف لصحابي آخر. الحكم الأول أنه ليس قول الصحابي حجة على الصحابي الآخر، واضح؟ ليس حجة على الصحابي الآخر، والدليل على ذلك أنهم أجازوا الاختلاف، أجازوا الخلاف بينهم في هذه المسألة، فليس حجة على الصحابي الآخر. طيب لنا نحن من بعد الصحابة كيف نفعل؟ أولا ننظر في أيهم أقرب إلى الأدلة من الكتاب والسنة، فنأخذ القول الأقرب للأدلة من الكتاب والسنة، فإن لم يمكن استوت فإننا يا أحبة والحالة هذه ننظر باعتبار طبقات الصحابة، فنقدم القول الذي عليه مثلا الخلفاء الأربعة على قول غيرهم، ونقدم القول الذي عليه أبو بكر وعمر على غيره، ونقدم القول الذي عليه أبو بكر على غيره، ونقدم القول الذي عليه أصحاب العشرة على غيرهم، وهكذا، واضح؟ نرجح باعتبار ماذا؟ طبقات الصحابة في مثل هذه الحالة. فإن لم يمكن، إن استوت طبقاتهم ماذا نفعل؟ نص الإمام أحمد في مثل هذه الحالة أننا نختار من أقوالهم أي ما شاء، إذا أخذت بهذا فحسن وإذا أخذت بهذا فحسن، ولا ينكر على أحد في هذا الباب. بقي حكم من الأحكام أنه لا يجوز لأحد إذا اختلف الصحابة على أقوال أن يخرج عن أقوالهم، بل لا بد أن يرجح بين أقوالهم أو يتخير.
هذا الصورة الثالثة قلنا. الصورة الرابعة قول الصحابي الذي انتشر ولم يعرف له مخالف. قول الصحابي الذي انتشر ولم يعرف له مخالف. فإن في مثل هذه الحالة يعد ماذا؟ يعد حجة بالاتفاق. يعد حجة بالاتفاق. قول الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف فإنه يعد ماذا؟ يعد حجة. الصورة الخامسة قول الصحابي. طيب ما هو ضابط الانتشار؟ ما هو ضابط الانتشار؟ قلنا قول الصحابي المنتشر. قد يسأل سائل يقول كيف أعرف المنتشر من عدمه؟ ضابط الانتشار أن يكون في مسألة مما تعم بها البلوى، يعني لا تخفى على جميع الناس. مثل أن تكون المسألة مثلا في الفروج أو الدماء، هذه المسألة لا تخفى على الناس لأنها تنتشر تعم بها البلوى. كل إيش معنى تعم بها البلوى؟ أي كل الناس يحتاجونها، كل الناس يحتاجونها. كذلك من ضوابط الانتشار أن يكون القول قد قيل من خليفة، قاله في جمع من الناس يعرفونه، أو أن هذا القول قيل في محفل أو في صلاة جمعة، فإنه لا يخفى على أحد. الصورة الخامسة قول الصحابي الذي انتشر، عفوا قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، يعني ضابط الانتشار لا يوجد فيه. هذه المسألة هي التي يذكر فيها خلاف، والذي عليه الأئمة الأربعة في هذا الباب أن قول الصحابي حجة، ولا يصح أن يحكى عن الشافعي في هذا الباب أن له قول جديد وقول قديم. لا، قوله واحد في الصورتين كما حقق ذلك العلامة ابن القيم. ثم بعد ذلك قال الأخبار، واضح؟ قال الأخبار، فالخبر ما يدخل ما يدخله ماذا؟ الصدق والكذب كما قلنا سابقا، ما يقبل دخول التصديق والتكذيب عليه. فإن قبل دخول التصديق والتكذيب عليه كان خبرا. ثم إن هذا الخبر ينقسم إلى قسمين باعتبار وصوله إلينا، لا إشكال، لا إشكال نقسمه إلى أحاد متواتر باعتبار الوصول، لا لا إشكال. فإنه ها إما أن يرويه جماعة، أو المتواتر ما هو ضابطه؟ أن يرويه جماعة ها يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات السند، ها ويكون مستندهم إلى الحس. إيش معنى مستندهم الحس؟ يخبرون عن أمر محسوس، يخبرون عن أمر محسوس، إما سمع وإما رؤي، واضح؟ فإنه يخبرون عن ماذا؟ عن أمر محسوس. وأما الآحاد فما اختل فيه شرط من شروط التواتر يعد أحدا. قال فأما المتواتر يوجب العلم، قال وهو أن يروى أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم كما قلنا، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أي في جميع طبقات السند، في جميع طبقات السند، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، أي ويكون مستنده إلى الحس، هذا الذي ذكرناه، ويكون في الأصل عن مشاهدة وسماع، أي يكون منتهاه ماذا؟ أمر محسوس، لا عن اجتهاد، لا عن اجتهاد، بل لا بد من أمر مشاهد أو مسموع، أي أمر محسوس، أمر محسوس. ثم قال والمتواتر يوجب العلم والأحاد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل. المتواتر لا شك أنه يعني يوجب العلم، وكذلك الأحاد. سبب الإشكال في هذه المسألة أن الأحاد لا يوجب العلم، يقول لا يوجب العلم، هذا مبني على مسألة عقدية عند المتكلمين أن العلم شيء واحد، العلم شيء واحد لا يتفاوت. ولأجل ذلك لو قالوا لو أننا قلنا أن الآحاد يفيد العلم
فإننا ساويناه بالمتواتر، لأن العلم شيء واحد، فمستحيل يكون. واضح؟ والعلم شيء واحد لا يتفاوت. وإذا قلنا أن الآحاد يفيد علما، فما الفرق بينه وبين المتواتر؟ لأن العلم شيء واحد. لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أن العلم يتفاوت، فالعلم الذي يحصله فلان ليس كالعلم الذي يحصله فلان. ولأجل ذلك يحب يقولون ماذا؟ العلماء يقولون ماذا؟ هذه تنبني على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. بما أن العلم يتفاوت والعلم يتبع الإيمان، فإن الإيمان يتفاوت، فإيمان أبي بكر ليس كإيماننا. ولأجل ذلك المتكلمون يقولون بما أن عندهم العلم شيء واحد، يقول إيمان أبي بكر كإيماننا. وإذا ثبت أن العلم ليس شيء واحد كما يقول ابن القيم، يقول نعم نحن نقول أن خبر الآحاد يفيد العلم، ها، ولكن لا يفيد العلم الذي يفيده التواتر، بناء على أن العلم يتفاوت. والقول بظنية خبر واحد لا يعرف عن السلف. ولأجل ذلك أبو المظفر السمعاني في الانتصال لأصحاب الحديث يقول: وأما قول من قال بأن أخبار الآحاد لا تفيد علما، فإنما هو قول أحدثه المعتزلة في القرن الرابع. فإن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يعني صح وسلم من المعارض، فمن مانع أن نقول أنه يفيد العلم. ثم قال: وينقسم الخبر إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، يعني لا يحدث انقطاع بين الراوي والراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند. يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يحدث انقطاع بين الرواة، يعني يكون هذا الراوي سمع من هذا وهذا الراوي سمع من هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند. قال: والمرسل ما لم يتصل إسناده. المرسل يا أحبة عند المحدثين ليس هو المرسل عند الأصوليين. المرسل عند الأصوليين هو ما لم يتصل إسناده بإطلاق. الانقطاع إذا حصل في أي طبقة من طبقات السند فإنه يعد عند الأصولين مرسلا. وأما عند المحدثين المرسل مخصوص بصورة معينة، وهو ما أسقط فيه التابعي ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل يعدونه من أنواع الحديث ماذا؟ الضعيف. المرسل لأنه يعد من ماذا؟ من المنقطع، من المنقطع. يقول: فإن كان من مراسيل غير الصحابة، مراسيل الصحابة تعد حجة. إيش معنى مراسيل الصحابة؟ أن يسقط الصحابي ما بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ من الصحابة. فإن الصحابة كانوا يروون عن بعض، يروي عن صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط ما بينه. مراسيل الصحابة باتفاق الأمة أنها حجة، لأن الصحابي عدل باتفاق الأمة، فلا يروي إلا ما تأكد سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الساقط صحابي عدل، ليس مجهول، ليس مجهول. قال: وأما مراسيل غير الصحابة فالأصل فيها أنها من أنواع الضعيف، إلا يقول، وهذا استثنوه بعض العلماء، قالوا مراسيل سعيد بن المسيب يقول: لأنها فتشت فوجدت أنها كلها متصلة. فتشت فوجدت مسانيد، أي فتشت فوجدت ماذا؟ أنها متصلة. يقول مراسيل بن سعيد بن المسيب عندما يرسل يسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتشت هذه المراسيل فعلم الرواة الذين أسقطهم سعيد بن المسيب، وعلم أن الحديث مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة تدخل عن المسانيد. ماذا يقصد بالعنعنة؟ يعني قال فلان عن فلان. والمعنعن يقبل ولا ما يقبل؟
يقبل بشرط أن لا يكون من مدلس، فإذا كان مدلسا فإن عنعنته لا تقبل، بل لا بد أن يصرح بماذا؟ بالسماع. قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، والصور كلها جائزة، إن قرأه على الشيخ أو قرأ الشيخ عليه يجوز أن يقول حدثني وأخبرني بكلا الصيغتين. قال: وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة، يعني قال له الشيخ، لم يقرأ على الشيخ كتابه، وإنما قال له الشيخ أجزتك في هذا الكتاب من غير أن يقرأه عليه، فلا بد أن يصرح بالإجازة هاهنا، لا يقول أخبرني وحدثني أبدا، لابد أن يقول ماذا؟ أخبرني وحدثني إجازة عنه، حتى يعلم أنه لم يقرأ الكتاب على شيخه وإنما استجيز فيه. ثم بعد ذلك قال المؤلف: القياس. القياس هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها. تريد نكمل؟ نمشي؟ فيكم نشاط ولا النوم قد حل؟ طيب، أنا لأني أرى أن الوجوه يعني الرؤوس قد مالت. تريد في حليب؟ طيب نقف. الذي تروا الأمر شورى، نكمل أو نقف؟ ونكمل بعد الفجر كما تريدون. بعد الفجر ننهي، إذا لم ننهي الآن بعد الفجر ننهي. نكمل بعد الفجر، خلاص نقف ها هنا ونكمل بعد الفجر إن شاء الله، ما تبقى إن شاء الله يعني نصف ساعة وأربعين دقيقة بعد الفجر ونهنيه إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله.